يسوان الرتبتو وجاتهم ما تضضن وين يفوز أيري خرويات ورتا يدنا فيستين أغسد وريري وزن وليت ميرو بفاس إن ما جيسو رغن حشان الموس ووالي غورتا يشتينيان مقار يدسو باشواري يورا عبار فاسر غاسل كيسا سلغا إن كثرة من غوية إنك إنك خصني زيك قول لك من أمان خصني زيك أنا لك من أمان ولد لي سوى النكرة يأتي للمعنى إن قوال تروي ذا تسير متيني أررمي أكداني أني شي شي دي ميت نووال أكداني أني سفل ذا سياسيط نوطان فرنات تغوى دايرنا التسوال يجان دوم الزوغة يسمى قرنا التاوين وكاننا نوي اللي زرينين أغراس اللي هنا وريس سدل أدورت لحاجتي لني فلا وزوي عم عدور ريحة الجدا وصل الزورة تيجي فوق يا أخوة أول فايت غوال الفايت السنة يزرين خنو كل دارتي غارن أي دي وراي التاغ بلا الحس ما حفهم ورا ضمان بلا مال ورا كيكون في مالك الشام بلا فوسني ورا التاسي تمر طيب بلا فخور ودي مزداغ ما يتلاصق ودي وسان تيكياوين ودا حلاسي فهمو غير السيد إخوة داري بدا تعرف هذه انت كل شيء يرى الإعداد المتكلفين في مال إلى إيميان سيد مولاي عمر خبير رئيس صندوق الاجتماع للتأمين الزراعي فإذا أكد ابن عيان بتعزز العلاقات بين المؤسساتين في مجال التربية الإسلامية الدفاع عن حقوق الإنسان بتسجيل تشيبان حسن جاء عليه الشكل الكاتب أحمد أمو محامي نائب ولدوش مبارك ومحامي نائبة عائشة الفرواري ومحامي أعضاء اللجنة الثقافية الدكتور بوبلوح طبيب بوجمعون أستاذ صالح بن عمر موظف المكلف بالإعلام بيشع الإسلام وكذلك توصلت رسالة تحمل 90 توقيعا مجاوة إلى السيد منفذ الحسين العادل وإلى السيد الرئيس بوكنين لأول مجلس الأعلى يتعلق بسبوع 20 هكتار ونس ويمتلك المودعي عليهم أقول محمد جماعة أقمار الذين يفوقون عددهم 400 نسمة ملكين واحدة يسمى الجرحنا تتم ترعاد تم مساحتها 462 هكتار ويضمن 60 دار للسكان ومرة الأشجار وزيتين واللوز والكروم ومدارس إبتدائية ومسجد ومقبرة والسلام عليكم ورحمة الله.